السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم معانا من تاني على منصة البث المباشر تبع وزارة التربية والتعليم. معاكم النهاردة مستر أحمد جمال فوزي، مدرس الماث، مدرسة 6 أكتوبر، قومية للغات، إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة. النهاردة إن شاء الله هنكمل ليسنز الجيومتري اللي كنا بدأناها مع بعض قبل كده مع ليسون جديد Equality of the Areas of Two Triangles. النهاردة إن شاء الله هنتعلم relation between the area of two triangles، وكمان هنعمل solve more exercise about the equality of the areas of two triangles. Theorem number 2: two triangles which have the same base and the vertices opposite to this base on a straight line parallel to the base have the same area. تعالوا كده مع بعض نفهم الكلام ده. لو انا دلوقتي عندي هنا two parallel straight lines AD وال AC، اللي موجود على التو بارل ستريت لاينز دول اتعمل دروينج التو تراينجلز، تراينجل اي بي سي وتراينجل دي بي سي. اول حاجه لقيناها ايه؟ لقينا ان التو تراينجلز دول عندهم كومن بيز بي سي، هما الاثنين مشتركين في البيز بي سي، وكمان الفيرتكس بتاع التو تراينجلز دول اللي هي اي والفيرتكس دي معمول لها دروينج على نفس الستريت لاين، وكمان الستريت لاين ده اللي ماسك التو فيرتكس مع بعض بارلل كومن بيز، معنى كده ان الاريا بتاع التو ترانجلز دول ار ايكوال. يبقى من تاني، اول لما تشوف ان التو ترانجلز عندهم كومن بيز ومعمول لهم دروينج بتوين تو بارلل ستريت لاينز، ذن الاريا بتاعتهم ار ايكوال. طب ليه يا مستر الاريا هنا ايكوال؟ هي الاريا بتاع الترانجل مش عباره عن هاف باي بيز باي هايت؟ طيب لو مسكت ترانجل اي بي سي، مين البيز بتاعته؟ البي سي، ومين الهايت بتاعه؟ الاي اي، يبقى هاف باي بي سي باي اي اي. طب تعالى نروح للناحيه الثانيه على الترانجل دي بي سي، هاف باي بيز باي هايت، هاف باي بي سي والهايت دي اف. طيب كده كده البي سي كومن في التو ترانجلز، والهايت اي اي والهايت دي اف هما الاثنين معمول لهم دروين بيربنديكولار بتوين تو بارال ستريت لاينز، معنى كده ان ال AE equal DF، يبقى اكيد ان ال area of two triangles are equal. query number one: triangles of bases equal in length and lying between two parallel straight lines are equal in area. مش بس يبقى عندهم common base، لا ده ممكن ما يبقاش عندهم common base بس ال bases بتاعتهم are equal in length. يعني triangle ABC ال base بتاعته BC ال length بتاعها equal، ال base of triangle EDF يعني FE equal BC، وكمان لو عندي ترانجل ثالث YXM يبقى البيز XM equal البيز EF equal البيز BC، يبقى 3 bases are equal in length. وكمان بعمل لهم drawing between two parallel straight lines، يبقى الاريا برضو بتاعتهم are equal. يبقى سواء كانت two triangles بتوعك عندهم common base او كانت two triangles بتوعك البيس بتاعتهم ار ايكوال، يبقى الاريا بتاعت التو ترانجلز او الثري ترانجلز هتكون برضو ايه؟ ايكوال. نمبر 2: The median of a triangle divides its surface into two triangular surface equal in area. تعالوا كده نفتكر كلمة median of triangle يعني ايه قبل بس ما نشرح نمبر 2. لو انت الترم الاولاني كان عندنا ترانجل اي بي سي، وكان هنا البوينت دي هي الميد بوينت اوف بي سي، وجيت عملت جوين كده للاي دي، اصبح الاي دي ده هو عباره عن لاين سيجمنت بيعمل جويننج بتوين فيرتكس اي والميد بوينت بتاعت الاوبزيت بيز اللي هي البي سي، اصبح ان الاي دي ده اسمه ايه؟ ميديان. طب الميديان اي دي ده بيعمل ايه في الترانجل اي بي سي؟ بيعمل له ديفايد لتو ترانجلز، ادي ترانجل وادي الترانجل الثاني، مالهم بقى التو ترانجلز دول؟ ار ايكوال ان اريا. ار ايكوال ان ايه يا شباب؟ ان اريا. يبقى انا هنا عندي اهوت ترانجل اي بي سي، وادي دي ميد بوينت اوف بي سي، والاي دي ده ميديان، اصبح ان الاريا اوف ترانجل اي بي دي ايكوال اريا اوف ترانجل اي سي دي. نمبر 3: ترانجلز ويز كونجرنت بيزز. كلمه كونجرنت بيزز يعني البيزز بتاعتهم ار ايكوال للينس، ده اللي انا اقصده هنا بالكلمه كونجرنت ايه؟ بيزز. On one straight line and have a common vertex. مالهم بقى؟ are equal in A in area. يعني انا دلوقتي عندي triangle
ANB وترانجل DNC، هما الاثنين مشتركين في الفيرتكس N، وكمان البيز بتاعت اول ترانجل اللي هي الاي بي اللينس بتاعها ايكوال اللينس بتاع البيز بتاعت الترانجل الثاني دي سي، وهما الاثنين عامل لهم دروينج على نفس اللاين، يعني الاي بي والدي سي هما الاثنين على نفس الستريت اي لاين، اصبح ان الاريا اوف ترانجل اي بي ان ايكوال اريا اوف ترانجل دي سي ان. خلي بالك معايا، لو البي دي اللينس بتاعه ايكوال هاف اللينس اوف اي سي، وهما الاثنين البي دي والاي سي عامل لهم دروينج على نفس الستريت لاين، وهما الاثنين التو ترانجل اي دي بي والاي اي سي عندهم كومن فيرتكس اي، ايه اللي استنتجه بقى والبي دي ايكوال هاف الاي سي؟ ان الاريا اوف ترانجل اي دي بي ايكوال هاف اريا اوف ترانجل اي اي سي. نمبر 1، ذا تو ترانجلز هاف drawn on a common base، يعني مرسومين على نفس الـ base، and their vertices located on a straight line parallel to the base RA، يبقى عندهم common base ومعمول لهم drawn between two parallel straight lines RA are equal in area، are equal in area. Number 2, triangles with congruent bases and drawn between two parallel lines، يعني two triangles او كذا triangle مش بس two عندهم البيز بتاعتهم are equal ومعمول لهم drawn between two parallel lines مالهم برضو equal in area. Number 3, the median in the triangle divide its area into، الميديان في الترانجل بيعمل ايه؟ بيقسم الترانجل ايه؟ into two triangular surfaces are equal in area. Number 4, if ABC is a triangle with D is the midpoint of BC، اتفقنا ومتعودين مع بعض ما بنشتغلش جيومتري وبدا يقول لي ترانجل اي بي سي والدي والكلام ده كله الا لما اعمل دروينج للترانجل عشان اشوف الفيجر قدام عيني. ما تتخيلهاش قبل كده، ارسمها. الدي ميد بوينت للبي سي، اجي عند البي سي واحط بوينت دي واعمل اريا علامات الايكواليتي اهوت عشان تبقى دي كده ميد بوينت للبي سي. اريا اوف ترانجل اي بي دي، اي بي دي اللي هو الترانجل ده equal area of triangle A A C D. If XL is a median in triangle X Y Z، تعالوا نعمل draw the triangle اللي هو يقصده وبعد كده نبدأ نتكلم. هنا X Y Z، قال لي هنا ال XL median، يبقى أكيد هنا ال L هي، وهي ال L هتبقى mid point of Y Z. Then the area of triangle X Y Z، X y z then x y z اللي هو الترانجل الكبير، ايه علاقتها بالاريا اوف ترانجل x y l بالترانجل x y l twice او دبل او two times، لان الترانجل الكبير هيكون دبل الاريا بتاعت الترانجل الايه الصغير. لو بدات بالكبير يبقى twice، لو كنت بدات بالترانجل الصغير كان يبقى half. نمبر 6، هنعمل كده نمسح الفيجر القديمة عشان نشوف قد ايه الشغل الجديد. نمبر 6، ذا ترانجل اكس واي زد، تعالوا نعمل دراونج الاكس واي زد، اكس واي زد ال بيلونج تو واي زد، ال ال موجود على الواي زد such that، بحيث ان الواي ال هاف ال ال زد، يعني مثلا لو انا حطيت هنا ال ال اهي ادي ال ال بقى ال y l half ال l ايه يا شباب؟ half ال l z، يعني الجزء ده half ده. تعالوا نكمل. then area of triangle x y l، x y l triangle ده ايه علاقته بال area of triangle؟ طب خلي بالك بقى دلوقتي معايا من النقطة، ال x y l half ال x ال z، أكننا دلوقتي ده 1 وده 2، يعني الاريا بتاعت ترانجل اكس واي ال 1
الاريا بتاع الترانجل اكس ال زد هتبقى 2 الدبل بتاعها. طب ايه علاقه الاكس واي ال بالترانجل الكبير كله اكس واي زد؟ يبقى كان الاكس واي ال ده بارت واحد، لكن الاكس واي زد ده كام بارت؟ 3 بارتس، يبقى ثيرد الاريا بتاع الترانجل اكس واي زد. اكتب له كده ثيرد 1 اوفر 3 او اعملها له اكتب كلمه ايه ثيرد. نمبر 2 ان ذا اوبزيت فيجر دي از ذا ميد بوينت اوف اي بي والاي از ذا ميد بوينت اوف اي سي بروف ذات اريا اوف ترانجل بي دي اي ايكوال اريا اوف ترانجل سي دي اي. طيب انا لو حبيت اعمل بروف ان الاريا اوف تو ترانجلز ار ايكوال، ايه الحاجه اللي المفروض حضرتك تركز فيها وتيجي في دماغك وكمان تدور عليها؟ هدور على ان التو ترانجلز دول هدور على كومن بيس بينهم، وايه كمان مش كومن بيس وبس، وادور كمان ان الكومن بيس دي تكون بارلل لللاين اللي ماسك الفيرتكس بتاع التو ترانجلز. التو ترانجلز بي دي اي والسي دي اي هما الاثنين عندهم كومن بيز اي دي. طب هل الكومن بيز دي اللي هي الاي دي بارلل لللاين اللي ماسك التو فيرتكس اللي هو اللاين بي سي ده؟ هل هو قال لي هنا في السؤال او في الجيف بتاعي ان الاي سي بارلل تو بي سي؟ لا ما قالش. طب ازاي اعملها بروف؟ اخدنا قبل كده في بريب 1 السنه اللي فاتت، ناس اللي فاكره معايا، لو انا عندي تو ميد بوينتس اوف تو سايدز اوف ترانجل، بوينت دي هي الميد بوينت اوف اي بي، بوينت اي هي الميد بوينت اوف اي سي، وجينا عملنا جوين وصلنا ما بين التو ميد بوينتس دول اي ودي، دينا لاين سيجمنت اسمه اي دي. ايه بقى النتيجه؟ الاي دي هيكون بارلل للبي سي. يبقى تعالى بقى نكتب مع بعض كده البروف. اقول له كده since ان دي is the midpoint of mean of AB، وكمان ال E is the midpoint of AC، يبقى then ال E D parallel to BC. فاصل الترانجل BDE والترانجل CDE have a common base ED، وكمان ال ED parallel to BC. اللي استنتجه يبقى then area of triangle BDE equal area of triangle CDE. Number 3 ABCD is a quadrilateral. كلمة quadrilateral هو بوليجون عنده 4 sides، عشان بس الناس ايه لو مش فاكره الكلمة دي اخدناها قبل كده من اول primary 4. كلمة quadrilateral هو بوليجون عنده 4 sides A B C D. ايه اللي فيه بقى؟ ال A belong to B C such that ال A E parallel to D C، هتطلع علامات الباراليزم على ال A E وال D C. وكمان قايل لي ان line segment A C intersect line segment D E equal point A M. مطلوب من حضرتك تعمل بروف area of triangle ABC equal area of triangle area of figure ABED. طيب اول حاجه الشباب هنا هتقول لي، هتقول لي يا مستر هو حضرتك احنا دلوقتي الرولز اللي احنا لسه واخدينها كانت كلها بتتكلم على الاريا اوف تو ترانجلز ان هي تبقى ايكوال، لكن ما اتكلمناش ان انا اقدر اعمل ايكواليتي ما بين اريا اوف ترانجل وما بين اريا اوف فيجر ABED ده كوادريلاترال، ما اخدناش الكلام ده. يبقى اكيد في حته تركة في النص كده، تعالوا نركز فيها بقى، تعالوا نستخدم الجيفن بتاعتي. يعني انا دايما عايزك لما يجي لك اي سؤال في الجيومتري وانت حاسس ان هو بالنسبه لك صعب، يعني امشي ورا الجيفن وحاول تستفاد من كل جيفن يديهولك على قد ما تقدر.
هيوصلك ان شاء الله للحل اللي انت عايزه او اللي هو مطلوب منك. تمام كده؟ تعال نشوف ايه اللي عندي. انا عندي هنا الاي اي بارل للدي اي للدي سي، وعندي كمان ترانجل اي دي اي وترانجل اي سي اي، هما الاثنين مشتركين مع بعض في البيز اي اي، البيز دي كومن بيز بين الترانجل ده وبين الترانجل ايه ولايه الترانجل ده. يبقى الاريا اوف ترانجل اي دي اي ايكوال اريا اوف ترانجل اي سي اي، عندهم كومن بيز اي اي والاي اي بارل للسي دي، يبقى الاريا بتاعتهم ايكوال. شايفين كلنا الترانجل اي بي اي، الترانجل ده اي بي اي ده، هعمل له اد مره للترانجل اي سي اي ومره اد للترانجل اي دي اي. لما اعمل الترانجل اي بي اي اد للاريا بتاع الترانجل اي سي اي هيديني ترانجل كبير اسمه اي بي سي، ولما اعمل اريا اوف ترانجل اي بي اي اد للاريا اوف ترانجل اي دي اي هيديني اريا اوف فيجر اي بي اي دي، وكده هيبقى اللي هو عايزه خلاص اثبتناه. يبقى فعل اريا اوف ترانجل اي بي سي اد الاريا اوف فيجر اي بي اي دي. تعالوا بقى نكتب كده مع بعض البروف ونشوف ازاي هنكتب اللي احنا قلناه. هبدأ كده اقول له سينس ان ترانجل اي اي دي والترانجل اي اي سي هاف ا كومن بيس اي اي والاي اي بارل تو الدي اي يا شباب الدي سي، يبقى then area of triangle AED equal area of triangle AEC. بعد كده أقول له by adding area of triangle ABE to both triangles. مين هما بقى التو ترانجلز دول؟ AED وال AEC، يعني هزود الاريا بتاع ترانجل ABE على ترانجل ADE مرة وعلى ترانجل AEC مرة. يبقى then the area of triangle ABC equal the area of figure A B E D. Number 4. A B C D is a quadrilateral in which A D parallel to B C will B A intersect C D equal point E such that in B A equal ال AE. طيب مطلوب من حضرتك تعمل بروف ان area of triangle ADC equal area of triangle ADE. هنا سؤال زي ده انا اقدر احله لك بطريقتين، اقدر احله لك بكام طريقه؟ بطريقتين. ايه اول طريقه؟ هقول لك اول طريقه وهي الاسهل، عشان عندي ال A هي الميد بوينت اوف AB، كمان عندي ال DA بارل للبي سي، يبقى اكيد اللي اخدناه في بريب 1 الدي هتكون هي الميد بوينت في المين للدي سي. معنى كده ان في التراينجل اي اي سي، التراينجل الكبير ده اي اي سي ده، الدي هتكون ميد بوينت اوف اي سي، يبقى الاي دي ده ميديان. طالما الاي دي ده ميديان يبقى بيعمل ديفايد للاريا اوف تراينجل اي اي سي The two triangles equal in area. مين هما التو ترانجلز دول؟ A D E وال A D C. ده كده حل. طب وفي حل تاني؟ واحد يقول لي يا مستر انا مش هحل بالطريقه دي. اقول له طب هتحل ازاي؟ اقول له اهو. هيقول لي يا مستر حضرتك ال A هي ميد بوينت اوف A B، يبقى D A ده ميديان. ميديان فين؟ الترانجل D
BE. يبقى ال area of triangle AED equal area of triangle ADB. صح الكلام؟ وهيسمي لي دي نمبر كام يا اولاد؟ نمبر 1. كده يروح رايح هنا يمسك ال 2 triangles ADB وال ADC عندهم common base AD وبتوين 2 parallel straight lines AD parallel BC يبقى ال area بتاعتهم equal. بنسمي دي نمبر 2 من 1 و 2. يبقى الترينجل AED الاريا بتاعته equal area of triangle ADC. طبعا ده حل اطول شوية بس صح. انا دايما في الامتحان بقول لك خليك دايما مع الحل السهل اللي هو ما يبقاش طويل قوي عشان ما تتلخبطش طالما هو مش غلط. واحد عايز يكتب الحل اللي هو طويل شوية هو حر، الاثنين صح. بس انا هكتب اول حل انا قلته عشان هو ايه بسيط. هقول له كده since ان الاي is the midpoint of AB وكمان DA parallel to BC يبقى ايه اللي استنتجه يا شباب؟ then D is the midpoint of CE then ال AD is a median in triangle AEC يبقى then area of triangle ADC equal area of triangle AEC دي اي. ماشي كده يا شباب؟ نمبر 5 AC parallel to XY. AC parallel to ايه يا شباب؟ لل XA Y. ال F is the midpoint of XA Y. Prove that area of triangle ABF ABF equal area of triangle CBF. عايز يعمل بروف ان الاريا اوف تو ترانجلز اللي هم عامل لهم كلر هنا ايكوال بعض. طبعا الوهله الاولى كده واحد يقول لي يا مستر طب ما هو التو ترانجلز دول يعني انا هجيب الاريا بتاعتهم ازاي ان هي اثبتها ان هم قد بعض؟ يعني دول ما عندهمش اصلا كومن بيز ولا بتوين تو بارل ستريت لاين ولا اي حاجه خالص. هقول لك بسيطه خالص. ترانجل اي اف بي هقسمه لتو ترانجلز. ادي واحد اي اكس اف ده واحد والاكس اف بي ده ايه؟ ده التاني. ونفس الكلام الترينجل سي اف بي هقسمه لتو ترينجلز. السي اف واي ده واحد والاف واي بي ده الايه يا شباب؟ ده التاني. هحاول اثبت ان الاريا اوف تو ترينجلز الصغيرين اللي هو الاي اف اكس والسي اف واي قد بعض، واحاول اثبت ان الاريا اوف تو ترينجلز الكبار شويه اللي هو ترينجل اكس اف بي والواي اف بي قد بعض. بعد كده اعمل ادنج للاريا بتاع تو ترانجلز هيدينا ان الترانجل الكبير AFB قد الترانجل الكبير الثاني BFAC. تعالوا نشوف ايه بقى اللي عندي. اول حاجه قايل لي ان الاف هي الميد بوينت اوف اكس اي واي وهو ده اللي انا هشتغل عليه. مش الاف ميد بوينت الاكس واي؟ معنى كده يا شباب؟ معنى كده ان الاكس اف قد ايه؟ قد الاف ايه؟ قد الاف واي. طيب وكمان انا عندي ان الاكس واي بارلل اي سي يعني التو ترينجلز اكس اي اف والواي سي اف عندهم ايكوال بيزز اكس اف ايكوال الاف واي وكمان معمول لهم دراون بتوين تو بارلل لاينز الاكس واي بارلل اي سي. معنى كده ان الاريا بتاعتهم ار ايكوال وهنسمي دي نمبر 1. بعد كده نروح على التو ترينجلز التانيين. انا عندي الاف هي الميد بوينت الاكس واي برضه يبقى البي اف ده ميديان في انهي ترانجل؟ الترانجل اكس بي واي. الميديان بيعمل ايه في الترانجل اكس بي واي؟ هيعمل له ديفايد بتو ترانجلز اكس بي اف والواي بي اف والتو ترانجلز دول هيبقوا ايكوال ان ايه؟ ان اريا. وهسمي دي نمبر 2 هقول له باي ادنج 1 و 2 يبقى الاريا بتاع الترانجل اي اف بي ايكوال اريا اوف ترانجل سي اف اي بي. تعالوا نكتب البروف. نقول له هنا سينس اف
is the midpoint of x يا شباب x y يبقى then x f equal y f. نقول له بقى دلوقتي كمان ال x y parallel ال a c يبقى then area of triangle AXF equal area of triangle CYF. هنسمي دي نمبر A 1. بعد كده هقول since then F is the midpoint of XY. يبقى then ال B F is a median in triangle B X Y. يبقى then area of triangle B X F equal area of triangle B وال F. وهنسمي دي نمبر A ولاد نمبر 2. هقول له هنا على جنب by adding 1 و 2 ايه اللي استنتجه بقى؟ يبقى زين area of triangle AXF plus area of triangle BXF equal area of triangle CYF plus area of triangle BYF. يبقى then area of triangle ABF equal area of triangle CB. Number 6. In the opposite figure, ABCD is a quadrilateral whose diagonals intersect at M. ABC the quadrilateral polygon on four sides. Two diagonals AC will be D. حصل لهم intersection في point اسمها A شباب M. ال AD parallel to BC. X belong to AD وال Y belong برضه لل AD. يعني ال X وال Y موجودين على line segment AD such that ال AX equal dy prove area of figure ABMX equal area of figure DCMY. طبعا انا ما عنديش رول يقول لي ان فيجر قد ايه الاريا بتاعتها قد فيجر تانية. انا عندي رولز تقول لي ان الاريا اوف تو ترانجلز عندهم كومن بيز او بتوين تو بارال لاينز يبقى الاريا بتاعتهم ايكوال. طيب تعالوا كده بالراحه نشوف الجيفن بتاعتي ونحاول ان احنا ايه نستخدمها. هنا لو انا دلوقتي اتكلمت على الترانجل A M D ايه اللي عندي في الترانجل A M D؟ عندي ان ال A X equal D Y. يبقى ال area of triangle A X M equal area of triangle D Y M. ليه يا مستر؟ عشان ال two triangles دول ال bases بتاعتهم equal وعملناها drawing على نفس ال line A D وكمان عندهم common vertex M يبقى الـ area بتاعتهم equal. وهسمي دي نمبر كام؟ نمبر 1. بعد كده هتكلم على الـ triangle ABC. ABC ده والـ DBC مالهم دول يا شباب؟ الـ triangles دول عندهم common base BC ومعمول لهم كمان drawing between two parallel lines ال AD parallel لل BA parallel لل BC يبقى ال area بتاعتهم are equal. بعد كده هعمل subtract ال area of triangle BMC من ال two triangles. هشيل ال area بتاع ال triangle BMC من ال two triangles. ايه اللي تفضل لي؟ اتفضل ان ال area بتاع ال triangle ABM equal area of triangle DCM. وهسمي دي نمبر 2. بعد كده اعمل ادينج 1 و 2 يبقى الفيجر دي الاريا بتاعتها ايكوال الاريا بتاعت الفيجر دي.
تعالوا بقى نكتب الكلام ده في الجروب بتاعي. اقول كده ان triangle a md since ان الاكس والواي belong لل a d وكمان ال a x equal ال d y يبقى then area of triangle a m x equal area of triangle d m y وهنسميها number 1. كده اقول له since ان التريانجل a b c والتريانجل DBC have a common base BC والBC parallel to AD يبقى then area of triangle ABC equal area of triangle DBA شباب DBC by subtracting area of triangle BMC from both triangles يبقى ايه اللي استنتجه؟ استنتج ان الاريا triangle ABM equal area of triangle D C M وسمي دي number 2 أقول له by adding 1 و 2 adding 1 وإيه يا شباب و 2 يبقى then area of figure A B M X equal area of figure D C M Y. في النهاية يا شباب أتمنى إن أنا أكون قدرت إن أنا أفيدكم. كان معكم مستر أحمد جمال مدرس الماث مع تحيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.